ما ينفعش العيد يعدي من غير ما نقول لكم برضو ان احنا معانا فقره رياده الاعمال. والنهارده الحقيقه فقرتنا احنا دايما بنقول ايه، دلق القهوه خير، بس في بعض الاحيان بيبقى دلق القهوه فن. يعني تخيل بقى لو انت قاعد كده وبتشرب قهوتك وبعدين يعني في امان الله كده راحت وقع، فانت تروح عامل بيها اشكال ورسومات حلوه ومختلفه وفكرتها غريبه وجديده وتطلع في النهايه لوحه حلوه، تبقى حاجه حلوه. انا بحب القهوه وبحب اي حاجه تيجي من القهوه بتيجي من ناحيتها اصلا. لما بدلق انا وانا حريفه دلق قهوه والله لازم، فاصلا لما تدلق على الترابيزه كده بتقعد تعمل اشكال، تعمل اشكال والفنجان. ايوه تشربي في الفنجان تعمل اشكال. فالقهوه فعلا فن. معانا بقى النهارده اسراء. اسراء خلت القهوه رسم. ايوه منورانا. رسالة انت طيبه. انت طيبه حضرتك. انت بدات معاكي ان القهوه اتدلقت برضو فعملت بيها بجد؟ ايه ده بجد والله؟ انا كنت احنا بنهزر. هي كانت اول رسمه حصلت ان هي اتدلقت مني فقلت اما اجرب يعني. الفكره جات لك من كده فعلا. كنت انا اول احنا كنا بنتكلم قبل الهوا هي درس علم نفس. ايوه وما كنتيش حابه تكملي في الكارير ده؟ لا مش حابه موضوع التدريب. كنتي حابه التصوير ورسم وكده، انت بتحبي الرسم من صغرك؟ لا هي جت بالصدفه. وبعدين جت بالصدفه بقى ان القهوه اتدلقت. بالظبط هي جت بالصدفه. طب احكي لنا بقى. هو انا جيت في بدايه كورونا بدايه الحظر وكده، كنت انا ساعتها ماما يعني زرع فوق السطح وكانت زعلانه عليه عشان بدا يموت، فانا قلت اصوره لها يعني افرحها وكده، فهي بدات معايا بتصوير، فصورت لها الزرع عجبها، قالوا لي نزليه على الفيس، الناس لما شافته فكروه مش تصويري، فقالوا لي استمري في الحته دي. فبدات ان انا استمر في الحته دي ان انا اعمل تصوير ابداعي، فبدات ان انا مثلا ارسم مثلا كاميرا بلبن باودر، اعمل فشار، اعملها شكل موتوسيكل. لا حاجات من دي. لبن باودر ابيض. ايوه بترسمي بيك ابيض على ورق ابيض ولا ابيض؟ لا على سبوره سوداء. اوكي. ورحت رسمة الكاميرا وحطيت كوبايه نسكافيه في النص كده يعني كابتشينو يعني. ايه فكره استغلال الاكل؟ حبيت او المطبخ، الحاجات اللي في المطبخ، الحاجات اللي بتتشرب. ايوه اللي هو ايه، حبيت ان استخدم حاجه مختلفه، حاجه يعتبر ما فيش حد بيعملها زي يعني في مصر غيري. وقلت ايه، كان تبقى حاجات مثلا فايده مني انا مش عارفه اعمل بيها ايه، فبدل ما تترمي قلت اعمل بيها افن بيها. عملت ايه بالفشار؟ عملت موتوسيكل والعجل بتاعه كوبايتين قهوه صغننين كده. اوكي. وبعدين جت جيل بقى القهوه اتدلقت. عملت اللي هي اول كارثه في البيت. كان ان انا عملت ابراج العالم بالقهوه، ودي كانت اللي هي نظام فنجان واتدلق، ورحت عامله منه الابراج والكلام ده. بس بحاجه ولا بايدك؟ لا بفرشه صغنونه. فرشه. بس القهوه بتفضل يعني فتره معاكي يعني الميه بتاعتها دي بتفضل معاكي فتره تسمح لك ان ولا بتحتاج تزودي لها ميه فيها حاجه لا هي عموما بتقعد وقت على ما تتشرب، يعني بتقعد اقل حاجه مثلا 5 دقائق على ما الورقه يعني تشربها بسرعه. انت وبعدين بتنشف؟ انت في 5 دقائق بتعملي لا ما انا برسم، انا ماما برسم بالراحه، فبرسم خط خط بقى، لكن حته بقى ان انا الون مره واحده دي اللي هو جري بقى. لا يعني ال5 دقائق دول بيبقوا كافيين ان انت ترسمي الرسمه؟ احدد اعمل حاجات بسيطه، انما أوكي. لو هشتغل بقى تزودي ميه على اقعد ازود هي بتبقى كميه، اقعد بقى ازود انا اخد منها الكميه اللي انا عايزاها. اوكي. طيب وبعدين بتنشف، تسيبيها تنشف؟ ايوه لازم اسيبها اقل حاجه ساعتين بقى بعد ما اخلصها، مسيبها ساعه كده تنشف. وبعدين بتبقى ثابته خلاص؟ ايوه بيحصل لها يعني زي ما قلت لي لوحه الموناليزا اهي معانا اهي نشوفها، مش عارفه هتعرفوا اهي. اهي دي كلها قهوه. ايوه دي ما فيهاش اي الوان ثانيه خالص، هي كلها معلش بقى الغامق والفاتح وده ما هو ده بقى. استخدمت قهوه سريعه ذوبان مع قهوه عاديه مع شاي اللي هو عشان اجيب الدرجات اللي انا عايزاها. الشاي كان اللي هو درجات الفاتحه. الدرجات اللي داخله على برتقاني شويه دي القهوه. أوكي. القهوه سريعه الذوبان اللي هي الغمقان بقى اللي هو الحاجات السوداء دي. أوكي. والفواتح ودي ليها بقى القطه. لا 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 الفواتح دي القطه عملت، جبت الوان طعام برتقاني ورحت عامله اللون الاول يعني حاجه بسيطه، رحت منشفاه منديل اللي هو بحيث ان اخد يعني الطبقه الاولانيه اللون، ورحت بعد كده جايبه بقى النسكافيه برده رحت ممشيه عليه ورحت برده مسحاه فتدي شكل اللي هو التفاصيل. بس يا اسراء التفاصيل العين دي كلها في القهوه سريعه الذوبان. قهوه برضو. وكان حرفيا اول مره نرسم اصلا بني ادم في حياتي يعني. اوكي. يوم ما جربت يعني عين القطه اللي ظاهره معانا دي البياض ده يعني ايوه التفصيله دي قهوه وبرتقال
لا لون طعام برتقال. ولون طعام برتقال. سوري، لون طعام برتقال، هي اللي عامله عين القطه بالشكل ايوه. ده. طب لو انتي مش مغطيه بإزاز يحصل لها حاجه، لون هيغير، تتمسح، لا برش عليها حاجه معينه بتروح حافظه اللون زي ما تثبت. هو. اوكي، تثبت الدنيا دي كلها، اللي هو ما تخليهاش، ولا حتى لو تراب جه عليها مجرد ما تعمليها بالريشه بتاعت النعام دي وخلاص. طب وكلمينا بقى عن اللوحات كمان اللي قدامنا، اللي بقى ايه احنا حاطينها عندنا فلسطين. هي هتجي لنا في الكاميرا وانتي كلمينا أيوة. عنها. بتاعت فلسطين انا كنت عاملاها يعتبر في بدايه ما حصل الموضوع وكده. فلسطين كمان فيها الوان غير البنيات. غير البنيات دي حاجات اخضر وفيها برضو. انا اصفر. هستخدم حاجه من الاكل، مش هستخدم حاجه بره. انا حبيت التفرد في الحته دي، اللي هو ان ما فيش حد قادر يجيب يعني دماغه تقدر تجيب اللون يعني انت الوحيده اللي عامله الكونسبت ده. مفيش حد قادر يجيبها. ايوه ابهريني بقى، جبتي الالوانات دي؟ الالوان دي جبتيها الاحمر والاخضر ده، أيوة. دول بقى جم منين؟ الاحمر ده هريسه شطه. هريسه شطه. هريسه؟ هريسه شطه. طب حلو. طب ما لون طعم احمر ليه هريسه؟ ما عشان ما هو لا ده الابداع. ده الابداع. لا الفراوله هتلزق. هتلزق. طب والاخضر؟ ميه بقدونس. واو. اوكي. اوكي. والابيض شوكولاته بيضاء. شوكولاته بيضاء. احنا قلنا الاحمر هريسه، الاخضر والبنيات بقى كلها المسجد الاقصى. كلها بقى الزخارف. الزخارف دي الحاجات اللي انت جايباها اللي هي الذهبي. وفي حاجات اللي هي الحاجات اللي انت عاملاها في القبه دي من القهوه سريعه الذوبان. بخليها بقى ايه، مش تبقى سايله، تبقى عامله زي العجينه كده شويه، وامسكها بقى بخله سنين واقعد بقى اعملها، تبقى عامله زي بارزه كده عشان تعملي التفاصيل. عشان يا بالك الطويل يا اسراء. يا بالك الطويل يا اسراء. بس فنانه. لا يعني عارفه اللي هو ايه، بخله السنين لا وتفاصيل. طب مثلا اللوحه بتاعت فلسطين دي خدت منك وقت قد ايه؟ دي خدت مني 3 ايام بس. 3 ايام يعني شغل قد ايه؟ شغل مثلا كنت بشتغل، كنا في رمضان فطبعا كنت بشتغل قبل الفطار مثلا ساعة ولا حاجة، وبعد الفطار اكمل تكمل يعني مثلا سكة 7 ساعات في اليوم مثلا. بس ده على فكرة هي كمان عشان حجمها كبير. أيوة. صح؟ لا بس الزمن قليل يعني، انا كنت فاهمة لا ان انت خدتي فيها. لا كان ساعتها الواحد عنده شغف لسه، فكان يعني الشغف راح دلوقتي. الشغف فين؟ انت لسه في الاول. لا ده بقالي سنة والله. ليه الشغف قل؟ مش عارفة، الواحد يعني حاسس ان مفيش تقدير للشغل، واني مش عارفة اوصل شغل اللي انا عايزاه. يمكن مش عارفة تسوقيه كويس. ممكن والله. ما فكرتيش تروحي المعارض بتاعت وزارة التضامن؟ ما فكرتيش تروحي مثلا تراثنا، الحاجات اللي هي بتتعمل، المعارض حتى اللي هي المعارض اللي بقت بتتعمل مؤخرا اللي فيها اللي هي زي بيسموها ايه اللي هي بازارنا والستات لا انا للاسف والمعارض عشان دي مش في المجال قوي، فما اعرفش اصلا المعارض دي بتتعمل امتى، وغير كمان بيكون محتاجه اشتراك فلوس، فانا مش بشتغل فمش بقدر ان انا اشارك فيها. فموقفة. لا بيبقى ليها، دي هتبقى مفيده جدا لو شاركتي فيها. بيبقى ليها بتدفعي حاجه معينه، ايجار الترابيزه مثلا اللي هتحطي عليها المنتجات بتاعتك. نوادي مشتركه في نادي مثلا فبيعملوا ايفنت فتاخدي حاجتك مثلا تحطيها. لا ما هو انت محتاجه شويه ماركتنج. ايوه محتاجه تسوقي لشغلك عشان يوصل للناس. وفرصه انت موجوده معانا اهو، الناس شافت كمان الشغل، فانت استغلي ده ان انت بعدين. انا يعني برضو انا شايفه ان انت ممكن تعملي حاجات اصغر، لانه واضح انها يعني ممكن تبقى الحاجات صغنطوطه مثلا اقل، فالحاجات زي الهديه بتاعتنا دي. تعالي نوري مشاهدين صباح هديتنا. حبيت يعني اعمل لكم حاجه بسيطه كده. ايه بصوا يعني هي شكلها حلو قوي على جذع شجره. صباح البلد كمان فكره جذع الشجره دي حلوه قوي. ما حدش عملها في مصر دي. انا على اقتناع. ايوه محتاجه تسوقي. عايزه اقول لكم ان ده بن حبوب بن بقى. حبوب بن. وده ايه بقى؟ البولد. البولد اللي هو ورق الذهب، اللي هو يكون ورقه ذهبي كده. وده ورد عادي. وقهوه مطحونه. ده ورد مجفف. نص طحنه اهي، شفتي؟ ايوه بقى نص طحنه كده بايدينا. بتحطيها بايد الهول؟ هد. بص يا بالك الطويل يا اسراء. وعايزاها بشكل معين كمان، ما تبقاش مطحونه قوي. لا وهي على فكره لو لاحظتي ده هي حتت كبيره، حتت صغنطوطه. أيوة. فرصتها نفسها. لا بصراحه يعني. صباح البلد. صباح البلد الكلمه بقى دي بالقهوه سريعه الذوبان. بجد؟ والذهبي اللي حواليها ده دست ذهبي بيتحط على الترط. لكن البني ده قهوه. ايوه. اللي بيتحط على الترط ده اللي معمول بيه الشمس، صح؟ ايوه. اوكي. طب وبما ان بقى دي ما عليهاش ازاز زي اللوح، متثبته كويس. ايوه دي رش عليها حاجه، رش عليها حاجه تثبتها كويس، تخليها مش مديها اللمعه الشمر اللي عليها دي. وما تخليش اي حاجه بقى ان هو ما يسحش، ما حاجه ما تلزقش ما تقعش. لا بكون ملزقها كويس ما تقعش.
فكره جزر الشجره دي حلوه قوي، كتري منها والله. يعني الحاجات اللي بصي يعني خلينا نفكر بره المرسيه الاول على الهديه الحلوه دي. خلينا نفكر، لا يعني انا رايي يعني اعملي حاجات صغنطوطه بحيث تكلفتها تبقى قليله، فانت بتبداي تشتري يعني الناس تبدا تاخد منك الحاجات الصغيره دي، لانها فعلا حاجات لطيفه. انت ممكن تعملي حاجات صغنطوطه تتحط على الترابيزات. وانا بعمل كده مثلا، بتعملي حاجات كاستمايزد يعني لو حد عايز. ايوه بعمل صوره معينه، عايزه لو مثلا عايز اللي هو رسومات فرعونيه حسب الطلب شكل معين، بقعد بقى اكلمه انت عايز حد مثلا عايز كوت معين، عايز يكتب حاجه يعني تصممي بالظبط اي حاجه بالحاجه بالطلب. ايوه هو يكلمني مثلا يقول لي انا الفكره بتاعتي كذا كذا، وانا بقعد بقى ايه اكريت بقى مع نفسي واروح مدياله الشكل النهائي، اقول له ده هيكون الشكل النهائي. تمام تمام بس يعني لا لازم، مهم قوي ان انت يعني تعملي تسويق حلو طبعًا. علشان طبعًا. بجد هي حلوه قوي وجديده، واعتقد ان ناس كتير هتحبها ان هي تبقى يعني تبقى موجوده طالما هي دايمه. يعني انا اول سؤال سالته لك، هي دايمه ولا ممكن بعد شويه تبوظ، او وخصوصا الهريسه دي انا مش عارفه هتبقى ايه اخبارها. دي هريسه دي دلوقتي بقى لها 21، عاملاها في بدايه يعني داخله على 3 سنين. ايوه ساعه لما حصل هو لما هربوا من السجن وكده رحت انا ساعتها عاملاها. فدي من ساعتها اللون ما اتغيرش، ما حصلهاش اي حاجه. طب نفسك تعملي ايه تاني؟ ولا هي بتيجي معاكي بالصدفه مثلا؟ عايزه انا شايفه ان اللوحه دي محتاجه لون اورنج، فابدا افكر هزود ايه من المطبخ، ولا انت في حاجه تانية؟ لا انا لما اكون هعمل فكره بفكر في الفكره الاول، بعد كده بقعد اشوف الحاجه اللي انا هستخدمها. الرسم يعني فكره الرسمه الاول، وبعدين هستخدم بقى ايه يحقق لك ده. بالظبط، واعمل بلان بي للحاجه اللي انا هستخدمها، وبلان بي للبلان بي، عشان في ساعات حاجات لونها بيتغير لما تيجي تحط على الورقه، فبعد ما اجي اعملها الاقي ان الدنيا باظت. طب هو في سؤال على فكره الاستاذ محمد الاسود بيسال، هو القهوه بتبقي حاطه عليها سكر ولا بتبقى ساده؟ لا يعني طبعا ساده. ساده يا استاذ محمد. سؤال فرقت مع حضرتك في ايه دلوقتي؟ فرقت معاك مانو ولا على الريحه ولا؟ طب هي لا هي ساده قالت لك. لو زياده هتعجب حضرتك. انا عايزه طب بتشربها ايه يا استاذ اسود؟ اللوحه الفرعونيه دي كنت عاملاها عشان كنت مشاركه بيها في معرض في برج القاهره. هي بتضم 30 معلم من معالم مصر السياحيه من الحديث للقديم، يعني كل حاجه. طب انت شاركتي في معارض اهو. كان اللي هو في بدايه ما بدات، وكان لسه في حماس. لسه لا احنا عايزين لا احنا عايزين نرجع لك الحماس ده يبقى موجود، لان الشغل عشان ما شاء الله. حلو قوي الفكره. انا بصي يعني انا ممكن كل ده اقول لك انا عامل صح، لسه محدش يعني محتاجتيش حد يساعدك؟ لا لسه. كل ده لسه احنا ممكن نساعدك في صباح البلد ان احنا نشوف ايه الوسيله ممكن نوصل بيها للمعارض بتاعه وزاره التضامن، بحيث ان انت تبقي مشاركه في المعرض بتاع تراثنا، في المعارض اللي هي دي، نشوف الدنيا ايه، وجهاز المشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر ممكن ان احنا نشوف يعني ايه اللي ممكن نعمله، بحيث ان انت تقدري ان انت وصلي رسومات. يعني انا كان امنيه حياتي ان الرسمه دي تتحط في القصر الثقافي بتاعت الرسمه الفرعونيه دي. لما عملتها نزلت عملت ضجه كبيره، وفي اللي خدها وطبعها وعملها بانرات يعني، وانا بقيت قاعده اقول طب انا لوحدي شغلي. لا ما هو انت لازم تبقي يعني عارفه ان انت لا حاجتك تبقى موجوده ومعروضه ومعروفه ان دي وموثقه ان هي بتاعتك. ده انا لحد النهارده، وحتى بعد ما وثقت الاكونت بتاعي لحد النهارده الناس بتسرقني في شغلي. لا ما هو انت بصي بقى يعني دايما لحد دلوقتي كل شغلك سوشيال ميديا بنحط حاجات. أيوة. بقى بس انا عارفه ان في ناس بتحط حاجات مثلا العلامه المائيه مثلا بتاعه الاسم بحطها طب والله بياخدوها وباسمي عليها، ادخل لهم ده شغلي. لا مش شغلك ده، مش انت. اقول لهم طب اسمي ده ايه يعني؟ طب ايه ده ايه؟ ولا كده. لا بس هو احنا ان شاء الله باذن الله نحاول ان احنا نوصلك للمعارض اللي هي بتعملها الدوله، واعتقد دي هتبقى فرصه حلوه. لما شغلك كل ما شغلك توسع وكل ما نسبه البيع زادت صباح البلد هيبقى سبورت. يا رب. والناس عرفتك كل ما شغلك هيتوثق بالوقت لوحده. يا رب اتمنى فعلا. بصي انا يمكن الشغف لما مات كده انا بسبب ان انا تعبت من اللي بيسرق الشغل ومن عدم التقدير. لا يا سمع الحياه ولا سيبك من كل ده وركزي واعملي لنا لوحه حلوه. والله بصي انا والله العظيم في اكتر من 15 رسمه انا عاملاهم بافكار انا عارفه مفيش حد عملها، ونفسي كملي. اكملهم. انا نفسي بس على المكتب كمليهم. لا كملي واحنا سبورت. أيوة. معاكي وانا وعبيده معاكي وهنتواصل. أيوة. ان شاء الله. يعني والله لازم عشان اعمل لكم الرسمه بتاعه صباح البلد دي. امبارح ماما لفه ورايا في البيت. يا بنتي عارفه اللي بيذاكر وبتهرب من المذاكره، قومي ارسمي لحد الفجر. لا طب دي خدت منك وقت قد ايه؟
دول كان امبارح ساعه بعد الفجر، بعد صلاه الفجر الساعه 4 لحد الساعه 5. حرام عليكي، موهبه ما شاء الله، موهبتك حلوه قوي. لازم احنا ميرسي على الكادو. بس ميرسي قوي، يعني حلوه جميله قوي. انا اللي هاخد، انا هسرقها واحنا وعلقيها في الفيديو. نورتينا جدا، منك شكرا جزيلا، نورتينا يا حبيبتي، شرفتينا. كل سنه وانت طيبه وعيد سعيد عليكي يا رب. شكرا لك.